مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. كيف لاعب ذراعه اليسرى مقطوعة أن يفوز في الجودو؟ هذا ما سنشاهده. دي قصة حياتي ضامنها في إيدي، شايفها يوماتي هلوتي عليك. دي قصة حياتي ضامنها في إيدي، شايفها يوماتي غلوتي عليه. حاسسها في أماني، سلامي وضماني، بكل المعاني الحلوة اللي فيه. حاسسها في أماني، سلامي وضماني، في كل المعاني الحلوة اللي فيه، الحلوة اللي فيه. ساعدني أنا أتوجه بالشكر لكل مشاهد ومشاهدة بيتواصلوا معنا بكل الطرق، ولا سيما بيزوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.livestorytv.com. تقدر كمان تعمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك، وتزور قناتنا على اليوتيوب، قناة حياتك في قصة. أدعوك أنك ترسل لي قصة أعجبتك أو قصة حياتك لتكون واحدة من قصص البرنامج، وبكده الفايدة تزيد. قصتنا النهاردة قصة صغيرة لكنها مؤثرة ومليئة بالمعاني. قصتنا النهاردة بعنوان نقطة الضعف صارت قوة. قصة نقطة الضعف صارت قوة قصة حقيقية عن فتى صغير اسمه هاني. وهاني نتيجة لحادثة مؤسفة فقد ذراعه، اتقطعت كل ايده اليسار الشمال يعني، وفقدها، بقي بس بايد واحدة. باباه ومامته تأثروا جدا، وحاولوا يكونوا يعني بيخرجوه من المحنة اللي هو فيها، فعلشان يحس انه زيه زي باقي الشباب دخلوه نادي للعبة الجودو. كلنا عارفين لعبة الجودو لعبة تعتمد على اليدين والقوة، عملية صعبة جدا. فالمهم راح لمدرب، والمدرب حرك علمه حركة معينة في اللعبة، وهو هاني قال للمدرب لا اديني حركات تاني. قال له لا بس انت خليك في الحركة دي واتقنها كويس، والمباراة الجاية هنشوف. وفعلا دخلوا المباراة، وكان هو وخصم قوي، الخصم اللي معاه بدراعين مش بدراع واحدة، ودخلوا اللعبة والمسابقة. والغريبة ان هاني ابو دراع واحد، اللي هو ليه دراع واحد اليمين، فاز. فاستغرب جدا، فاز بالحركة اللي علمها له المدرب. وبعد المباراة والتصفيق الحار ونفسيته اللي ارتفعت، هو سأل المدرب قال له ازاي انا ابقى بدراع واحدة وافوز؟ قال له اصل الحركة اللي انا علمتها لك دي الطريقة الوحيدة ان الخصم بتاعك يفوز عليك، انه يمسكك من دراعك الشمال اليسار يعني، وانت ما عندكش دراع يسار، علشان كده ما عرفش يعمل ايه فتهزم. فتخيل ان كون انه ما عندهوش دراع يسار، يعني نقطة الضعف اللي فيه فعلا بطريقة رياضية حقيقية صارت نقطة قوة. ودي قصتنا النهاردة اللي بعنوان نقطة الضعف تصير قوة. بجد هي قصة مشجعة جدا، فيها كلام كبير يعني. أنا فرحان جدا بابو هاني وأم هاني اللي حاولوا ما يقولوش ده خلاص أحبط بقى، ده ود ضايع، ده إيده مقطوعة. لا، ودوه ولعب في رياضة عنيفة. لكن العجيب في القصة هو كيف أن نقطة الضعف تصير قوة. سأستكمل معك قصتنا النهاردة نقطة الضعف صارت قوة، بعد ما نستمتع بترنيمة ولا أروع من مرنمنا الجميل إسحاق كرمي. ابقى معي لما بعد الترنيمة في كلام يخصك شخصيا. الله بيدعمني ويسندني، وفي وقت الأزمة بينجدني. الله بيدعمني ويسندني، وفي وقت الأزمة بينجدني. وإن كان واردته في السكة ألاقيه يناديني ويرشدني. مش حاجة تطمن طبعاً طبعاً يطمن، والجاي متأمن طبعاً طبعاً يتأمن. مش حاجة تطمن طبعاً طبعاً يطمن، والجاي
لو فرقوني الأعوان يبقى أنا كيف أتوكل على إنسان وإزاي أحزن لو فرقوني الأعوان وإذا كنتم شايفيني وحدي أنا مش وحدي ده اللي معايا اللي معايا اللي معايا سيدي الأكوان تعدم من يد وسيلة ما تقولش كتيرة وقليلة لا تعدم من يد وسيلة شايل أركان الكون كله وعارفها بأصغر تفصيلة تعدم من يد وسيلة شايل أركان الكون كله وعارفها بأصغر تفصيلة مش حاجة تطمن طبعا طبعا بيطمن والجاي متأمن طبعا طبعا بيطمن مش حاجة تطمن طبعا على إنسان وإزاي أحزن لو فرقوني الأعوان يبقى أنا كيف أتوكل على إنسان وإزاي أحزن لو فرقوني الأعوان وإذا كنتم شايفيني وحدي أنا مش وحدي ده اللي معايا اللي معايا اللي معايا سيد لا تعدم من يد وسيلة لا تعدم من يد وسيلة ما تقولش كتيرة وقليلة لا تعدم من يد وسيلة شايل أركان الكون كله وعارفها بأصغر تفصيلة مش حاجة تطمن طبعا طبعا بتطمن والجاي متأمن طبعا طبعا بتأمن مش حاجة تطمن طبعا طبعا بتطمن والجاي متأمن طبعا طبعا بتأمن يبقى أنا كيف أتوكل على إنسان وإزاي أحزن لو فرقوني الأعوان يبقى أنا كيف أتوكل على إنسان وإزاي أحزن لو فرقوني الأعوان وإذا كنتم شايفيني وحدي أنا مش وحدي ده اللي معايا اللي معايا اللي معايا سيد الأكوان ما تقولش كتيرة وقليلة لا تعدم من يد وسيلة شايل أركان الكون كله وعارفها بأصغر تفصيلة رنمها لنا الترنيمة الجميلة أخونا إسحاق كرمي وبجد هذه الترنيمة مشجعة جدا وهي تتناسب مع قصتنا اللي بتقول إن نقطة الضعف صارت قوة لما هاني فقد دراعه اليسار ولعب الجودو علمه مدرب لعبة علشان الخصم ينتصر فيها
لازم يمسك هاني من دراعه اليسار، وهاني ما عندهوش دراع يسار، مما أدى إلى أن هاني فاز بالمباراة، والمشكلة اللي كانت عنده صارت قوة. مفيش إنسان فينا، مفيش إنسان فينا ما عندهوش نقطة ضعف، والكتاب المقدس أيضا بيحكينا. بس دايما بنسأل بالنسبة لربنا، يحب يستخدم القليل ولا الكتير ولا سيان؟ طبعا في آية معروفة جدا في سفر صمويل الأول أصحاح 14 بتقول ليس عند الرب مانع أن يخلص بالقليل أو بالكثير. يعني ربنا ما تفرقش عنده، لأنه هو اللي بيعمل كل الشغل وبس. عارف زي مثلا تكون شايل شنطة كبيرة جدا وابنك الصغير لسه 3 سنين يقول لك أشيل أنا يا بابا، قول له ماشي حبيب شيلها أنت، وتخليه هو يشيلها. طبعا هو بس حط إيده عليها وانت مش شايلها، وتقول برافو برافو ايه الشطارة دي، او نفس الفكرة. ربنا في الواقع يقدر يعمل شغله بنفسه ويقدر يعمل كل حق طبعا، وما يبقاش الله، بس الله في نعمته بيخلينا احنا ننجز. مش بتكلم بس في امور الخدمة المسيحية، حتى في الحياة الطبيعية. فالله ليس عنده مانع انه يستخدم القوي ولا الضعيف، ما عندهش مانع. بس لما يبقى يعني يقدر ده ويقدر ده، لكن هو أفضل له إيه؟ طبعا هو أفضل له أن يستخدم الضعيف. تخيل أفضل له أن نقطة الضعف اللي فيا هي ذاتها يستخدمها. شوف يا أخي، يعني الموضوع مثلا تكون اتعرضت لحرمان في طفولتك مثلا، أو ما زالت حياتك فيها نقطة ضعف، حرمان معين أو ضعف نفسي معين أو ضعف روحي معين، عايز في النقطة دي بالذات نقطة الضعف صارت قوة. هقول لك 3 حاجات بسرعة في هذه الحلقة. عايز أخد حاجة من العهد الجديد وحاجتين من العهد القديم علشان الفكرة تظهر، وفي النهاية تمجد الله بإني لو فيا أو فيك نقطة ضعف، بس ارفع عينك فوق وقول له يا رب أنا بشكرك لأجل نقطة الضعف اللي فيا، وبطلب إيدك يا رب إني نقطة الضعف دي تصير قوة. طبعا في العهد الجديد أشهر في قصص كتيرة وأجزاء كتيرة، لكن أظهر أكثر مثل لكده أن ربنا إدى أعطى الرسول بولس شوكة في الجسد، هدية يعني، بسماح من الله، وتدخل الشيطان ليلطمه من خلال هذه الشوكة، لكنه عطية من الله. ورسول بولس 3 مرات يصلي يقول له يا رب أنا تعبان جدا جدا من نقطة الضعف دي، أرجوك يا رب شيلها. دي المرة الأولى، المرة الثانية صلى نفس الصلاة، والمرة الثالثة صلى نفس الصلاة، وبعد المرة الثالثة ربنا كلمه قال له لا تعود تكلمني في هذا الأمر، تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. هقرأ لك، بيقول كده في كورنثوس الثانية 12 وعدد 7، ولئلا أرتفع بفرط الإعلانات، ربنا كشف له حاجات عظيمة جدا، أعطيت، أعتبر نقطة الضعف الشوكة دي بعد كده بيسميها الضعفات، أعتبر أنها عطية من الله. وإذا عندك نقطة ضعف وأنا عندي نقطة ضعف، انظر ليها بهذا المنظار أنها عطية من الرب بتحفظك وسبب بركة ليك. أعطيت شوكة في الجسد، ملاك الشيطان ليلطمني لألا أرتفع. من جهة هذا الشوكة دي تضرعت إلى الرب 3 مرات أن تفارقني. طبعا مش هتفلسف وأقول لك هي الشوكة، الكتاب ما قالش هي ايه، وعلشان كده افضل حاجة ان انا اقول هي شوكة. طبعا كثيرين بيقولوا انه كان عنده زي مرض صرع بيقع كده، وعلشان كده قال لهم انا في الحضرة ضعيف. البعض الاكتر بيأكد انه كان عنده مشكلة في عينيه، عشان بيقول لهم ما اكبر الحروف التي كتبتها، لما بيكتب بايديه كان بيكتب حروف كبيرة عشان عنده مشكلة في عينيه. هو هي شوكة، ليه ما قالش؟ علشان خاطر انا وانت نقطة الضعف بتاعتي نحطها بدلها. ملاك الشيطان يلطمني لألا أرتفع، من جهة هذا تضرعت إلى رب 3 مرات أن يفارقني، فقال لي تكفيك نعمتي. يا رب تكون يعني لو الحلقة دي بس كانت رسالة تشجيع لإنسان أو إنسانة بيشاهدوني وعندهم نقطة ضعف تعباهم ومشكلة حنياهم، ويسمع النهاردة من خلال هذه الحلقة تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل.
شوف يقول ايه، فبكل سرور افتخر بالحري في ضعفاتي. ليه؟ لكي تحل علي قوة المسيح. لذلك اسر بالضعفات. طبعا خلي بالك الضعفات هنا والشوكة اللي في الجسد مش بيتكلم على خطايا، لان في البعض يقول لك الحمد لله انا بكذب واحلف وكده وعلى اسر بالضعفات. لا يا حبيبي، دي مش ضعفات، دي شرور. هنا الضعفات احتياجات، هقول لك يعني ايه. اهو بيكمل، لذلك اسر بالضعفات والشتائم يعني بيشتموه، والضرورات عنده احتياجات ضروريه، اكل وشرب ونوم مش لاقي، اضطهادات، ضيقات لاجل المسيح، لانه حينما انا ضعيف فحينئذ انا قوي. دي الحاجه اللي في العهد الجديد. الحاجتين في العهد القديم اقولهم لك بسرعه بنفس المعنى واصلي معك. نقطه الضعف صارت قوه. في كلام جميل في سفر اشعياء واصحاح 58 عن الصيام، عن الصيام الحقيقي، وبيقولوا كده الشعب لماذا صمنا ولم تنظر. المهم بيتكلم عن الصيام الحقيقي، اني انا اساعد الاخرين وافك عقد الشر، اشعياء 58. وبعدين يقول بقى لو انت صمت بالطريقه دي بتاع اشعياء 58 الصيام الصح، يقول لك ايه؟ مجد الرب يجمع ساقتك. يعني ايه مجد الرب يجمع ساقتك؟ ساقتك اللي هي في الجيش الناس المستضعفين، حتى اللي دخلوا الجيش يفهموني. مثلا لما الجيش يعمل تدريب او جري بيقول لك الوفاء والامل اللي هم ورا دول مكسرين، الله بذاته يكون بيخلي الجزء الاخير من الجيش بتاعك اللي هي نقطه ضعفك الحربيه روحيا او حتى ماديا او اسريا، مجد الرب يجمع ساقتك. يعني نور ربنا وقوه ربنا تحول الضعف لقوه. هي بالظبط اللي حصلت اثناء عبور البحر الاحمر لما فرعون، طبعا هو الشعب عابر البحر، مين اللي ورا؟ المستضعفين والستات العواجيز والحوامل والاطفال ورا، والباقي بيجري. فرعون جاي هو وجنوده، هيبدا ياكل مين اول ناس؟ الساقه اللي هم الناس المستضعفين. ربنا قال لا. فتحول الرب من امام الشعب الى خلف الشعب. مجد الرب يجمع ساقتك. وبكده لو فرعون بشطارته وبكل حماسه عايز يأذي طفل، كان لازم يقتحم الله. حاشا طبعا، يعني كان لازم فرعون ينتصر على الله، وده مستحيل. حاجة التانية اللي في العهد القديم قصة جدعون. طبعا قصة جدعون تحتاج إلى أكيد هنفرد لها حلقات في برنامج حياتك في قصة، لكن باختصار شديد لما ضرب بالبوق قوله 32,000، ربنا قال لا، ده كتير، ده كتير. انا عايز الدراع بتاعت هاني تبقى، يعني لما الدراع بتاعت هاني تبقى مقطوعه هينتصر. حاجه عجب يعني. انا اتنين لا، هذا الشعب كثير علي لاخلص به اسرائيل. لا لا، هقرا لك بالظبط. لئلا يقول ان الشعب الذي معك كثير علي لادفع المديانيين بيدهم. لئلا يفتخر علي اسرائيل قائلا يدي خلصتني. وال 32 ربنا قال له نقيهم، قول الخايف يرجع. المهم رجعوا 22 وبقوا 10,000، وال 10,000 ربنا قال لا، دول كتار عليا، لألا برضو الواحد دول يقولوا احنا انتصرنا. فالمهم عمل طريقه في حته اسمها عين حارود، وال 10,000 بقوا 300، وحتى 300 قال لا، لو راحوا مع بعض كده يحسوا انهم اقوياء. طب تعمل ايه يا رب؟ قال هقسمهم ثلاث فرق. طب وايه تديهم سلاح يا رب؟ قال هديهم بلاص. ايه بلاص؟ قال ايوه، انا احب افتخر في الضعف. جابوا بلاصات، يعني أنية فخارية كده زي قلة بلاص زير يعني، وحطوا فيها لمبة ويكسروا، قال الجرة اللمبة ينور. اللي الرسول بولس قال لنا هذا الكنز في أواني خزفية ليكون فضل القوة لله لا منا. أنا بختم كلامي وبقول تعرف ممكن إيه اللي يكون عطلك عن التوبة وخلاص نفسك؟ أنا بلاش عشان ما تزعلش مني، إن دراعي الشمال موجودة في القصة بتاعت هاني. يعني إيه؟ يعني ايه يعني؟ دي التوبه دي سهله قوي. السجاير يعني ادينا قطعناها، والمخدرات ادينا بطلناها، والافلام اللي على الكمبيوتر لا ده انا اقدر ابطلها بسهوله، والخمور والمخدرات لا 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 دي لعبتي. مش هتخلص. المركب اللي فيها رئيسين تغرق. يا انت يا ربنا. النهارده اقول له يا رب انا كل ضعف وانا مسكين وخاطئ، اقرا على صدرك وقول اللهم ارحمني انا الخاطئ. يا رب انا ضعيف ما اقدرش احرك نفسي،
ولا أخلص نفسي لا من كدبة ولا من شتيمة ولا من مخدرات ولا من نظرة شريرة. أنا خاطي جدا، محتاج دمك يغسلني، محتاج قوتك تحل علي يا رب، محتاج إنك تستلم حياتي فيصير كل ضعف. أنا لو سبت لنفسي يا رب أشر إنسان، لكن أنا بجيلك النهاردة وبقول لك تعالى غيرني، تعالى استخدمني. أما إذا أنت كنت مسيح حقيقي، أخويا أختي، والشيطان دايما يحاربك بنقطة الضعف اللي في حياتك، أشكر الله لأجلها، ربما تكون لفترة، وربما تكون هذه النقطة سبب تقوية لعضلاتك الروحية. أنت عارف أنه لما نقطة بتبقى ضعيفة مثلا كسر في العظام، أنا بتكلم مثلا كطبيب بشري، وبعدين يلتئم الكسر ده بيجي عليه كالسيوم، وتبقى الحتة اللي اتكسرت قبل كده أقوى حتة. فدايما أشكر الله، وخلي ضعفك سبب اختبار عظيم لقوة الله، وقول مع الرسول معايا، حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي. أتركك إلى حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قوة، في قصة قوة باستمرار. عزيزنا المشاهد، إذا أردت الحصول على كتيبات وسيدي برنامج حياتك في قصة، اكتب لنا على عنوان البرنامج. يمكن إحساسك بالقوة في ذاتك هو سبب عدم توبتك وخلاص نفسك، صدقني مش ممكن تتغير إلا لما تحس إنك أنت ولا حاجة، زي المريض بتاع بركة بيت حزدة اللي قال ليس لي إنسان يلقيني في البركة، وأنا كمان لما أجي أنزل مش قادر ينزل قدامي آخر، لا أنا قادر ولا الناس قادرين يخلصوني، تعال مد إيدك وخلصني. وكمان لو في نقطة ضعف في حياتك أخويا المسيحي، أختي المسيحية الحقيقية، أشكر رب لأجلها وما تتذمرش، وقول له خلي مجدك يجمع ساقتي.